اصل فكره اسوء هديه دي صعبه، لان هي فعلا دايما الهديه ما ينفعش ان تتقدر لا بالماديات ولا هي الهديه قيمتها في ان حد يفتكر اصلا انه جاب الهديه اصلا. لا انت لو دخلت عليا بدبدوب هكرهك، هعمل فيه ايه؟ وافضل بقى شايله هم واحطه هنا واغسله وانضفه. لا يا عم انا عايز هديه صحيح. مفيده. عايز انا بتاع الهديه المفيده. استنى يا حسام موبايلي قرب يهنك. بالظبط. شوفي بس ايه اللي عاجبك كده واعملي له لايك بقى. طب حسام، غير انك ممثل